يعد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية سنويا، يعد المنبر الرئيسي للحوار الاقتصادي العربي الألماني. وينظر لهذا الملتقى على أنه من أهم الملتقيات على مستوى أوروبا لما له من أهمية في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. مراسلتنا في برلين والتفاصيل. بمشاركة بحرينية رافعة المستوى، انعقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني 26 في العاصمة الألمانية برلين بحضور واسع من رجال الأعمال والسفراء العرب والألمان وصناع القرار والممثلين عن القطاعات الاقتصادية. يوفر الملتقى الإطار المناسب لإقامة شراكات استراتيجية بين الفعاليات الاقتصادية من الجانبين. طبعا العلاقات بين البحرين وبين ألمانيا هي علاقات قديمة من ناحية التجارية الاستثمارية الاقتصادية، وألبا تعتبر من يعني أكبر الشركات الصناعية في البحرين، فعلينا ان احنا نوثق العلاقات مع المانيا خاصه فيما يتعلق ب يعني احدث التكنولوجيا. الان يعني نتكلم عن الاستدامه، عن الاي اس جي، وهذه امور يجب التركيز عليها خاصه فيما يتعلق ببعض التقنيات اللي لا تزال يعني في طور الدراسة. في كلمته أوضح سعادة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة أهمية تسخير الإمكانيات بما يخص تغير المناخ واستدامة الموارد والطاقة البديلة، كما ركزت الاجتماعات والورش التي عقدت على هامش الملتقى على مستقبل الشراكة بين المستثمرين العرب والألمان، وخاصة مع زيادة حجم التبادل التجاري العربي الألماني بنسبة 23.3% خلال عام 2022. تحفيز الشركات الألمانية للاطلاع على الفرص الاستثمارية اللي موجودة في مملكة البحرين، لأن فعلا من يعني الفرص الواعدة، ونتمنى زيادة الاستثمارات الألمانية إلى مملكة البحرين في شتى المجال، إن كانت لوجيستيك، إن كانت في داون ستريمينج في الألبا، في الإدوكيشن، في الآي تي، وفي مجالات أخرى. يعقد هذا الملتقى الاقتصادي بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا، وبرعاية من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الاتحادية الألمانية، ومشاركة رجال الأعمال والسفراء العرب والألمان والمتخصصين والخبراء من العالم العربي والبلاد الناطقة بالألمانية في القطاعات الاقتصادية الحساسة التي من شأنها تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. من العاصمة الألمانية وفيناكم بفعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني 26. ساريا مرسوخ، تلفزيون مملكة البحرين، برلين.